امبارح عبرت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية عن سعادتها بتحديثها مع منة الله عماد صاحبة المركز الأول على المرحلة الإعدادية على مستوى محافظة كفر الشيخ. وكتبت السيدة انتصار السيسي عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وقالت: منة مثال لبنات مصر من ذوات الإرادة القوية التي لا تعرف المستحيل، كل التحية والتقدير لها ولوالدتها التي حرصت على قهر الصعاب لدعم ابنتها، وإذ أؤكد على قيام الدولة بدعمها خلال كافة مراحل التعليم المقبلة حتى التخرج من الجامعة. أتمنى لها مزيدا من التوفيق والنجاح. الحقيقة منة عاملة حالة جميلة جدا جدا، والدولة المصرية من ساعة ما طلعت وقالت إن أنا بذاكر بشكل معين وحالتنا المادية عاملة كده وخلافه، الكلام ربما كله يعني شفناه في وسائل الإعلام. الرئيس السيسي بشخصه اهتم بهذا الأمر، وفي كلف الأكاديمية الوطنية للتدريب بالاهتمام بمنة. وأيضا امبارح كانت منة ووالدتها ضيوفنا هنا في القناة الأولى في هذا الاستوديو في برنامج التاسعة، وحكت تفاصيل كتير جدا عن المصاعب اللي واجهتها، وحكت أيضا عن إصرارها على التفوق في دراستها رغم كل هذه الصعاب. خلينا نشوف جزء من هذا البرنامج. كنتوا متخيلين أو متصورين أنه هيحصل توجيه مباشر من الرئيس؟ لا بصراحة لا، مش في العلبات. لا، هي عملت مداخلة مع قنامج في التلفزيون، من القنوات وخلاص، يعني بعد المداخلة تتوالى الاتصالات، وأول استجابة لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بجد الحمد لله الحمد لله إن هو اتبنى من الحمد لله. وسيدة انتصار السيسي كلمتك كمان ازاي؟ يعني ايه اللي حصل بجد؟ يعني كانت مفاجأة. يعني هو رقم، أو أصلا مش رقم كمان، يعني هو حد رن قاله منا جهات مع حضرتك لحظة بس هنحولك. مدام منة معاكي، ازيك يا منة عامله ايه؟ انا عرفتها بقى مدام انتصار بجد بجد. يعني شكرا للكلام كله اللي هي قالته، بجد كان يعني مديني دافع قوي ان انا اكمل. قالت لك ايه؟ قالت لي احنا معاكي وداعمينك، وبجد مصر كلها بتحبك واحنا بنحبك، احنا معاكي احنا داعمينك. كلامها كان محفز قوي، يعني ام بجد، ام بتتكلم. طبعا طبعا بجد انا بشكرها على كل كلمه قالتها، يعني هي امنا كلنا، وكلامها كان دافع قوي. يعني هو مديني دافع ان شاء الله ان اكمل واخدم بلدي في يوم من الايام. لا ده كمان ايه، يعني السيده انتصار كتبت عنك. كتبت عني بوست: وسعدت بحديثي مع ابنتي منة الله عماد الطالبه المتفوقه. يعني دلع ما بعده، بس انت تستاهلي الدلع ده بصراحه. انا اشجع كل المتفوقين، ببقى فرحان قوي. ممكن اسالك سؤال منة؟ اصل انا ما كنتش طالب متفوق بصراحه. حضرتك يعني ما كنتش خالص وانا في المدرسه، انا ابعد ما يكون عن التفوق. أنا تفوقت في الجامعة بصراحة، بس أنا دايماً كان بيبقى سؤالي: هو المتفوقين بيذاكروا إزاي؟ يعني في روشتة كده؟ لا عادي، يعني هو وقت المذاكرة مذاكرة، وقت التليفون تليفون، بس أهم حاجة إن إحنا نيجي نذاكر هنحط هدف إن إحنا نذاكر دلوقتي، إحنا مش هنمسك تليفون دلوقتي، إحنا مش هنلعب دلوقتي. مش شرط إن إحنا بقى نذاكر ساعات كتير بقى، واللي يقول بذاكر 8 ساعات 10 ساعات، لا، ممكن تبقى ساعة في اليوم تفيدنا عن كل الساعات دي. يعني مش شرط بقى انا بقعد انا بذاكر 8 ساعات في اليوم، تمام 8 ساعات انت استفدت منها بس ايه؟ بس مش مركز. ممكن ما استفدتش من 8 ساعات. وانا بحب وقت الفجر بجد اذاكر فيه، يعني وقت بيبقى مريح هادي. بتنامي الساعه كام؟ لا انا بنام بعد الدروس واصحى بقى اكمل بقى. انت مستوعبه ومتفهمه انه الرئيس يوجه بالرعايه، والسيده انتصار السيسي تتكلم في التليفون؟ دي مسؤوليه، يعني المساله مش مجرد اللي هو بقى ايه، يعني احنا هنحتفي بالطالبه المتفوقه وهناخد بالنا منها ونرعاها وندلع وكل الكلام ده حلو، بس دي مسؤوليه. مسؤوليه كبيره. يعني مامتك رمت عليكي مسؤوليه وحاطه فيكي ثقه، والريس حطت فيكي ثقه، وقرينه الريس حاطه فيكي ثقه، وكل مصر قاعده مركزه باذن الله سبحانه وتعالى معاكي ايجابيا. وربنا يبعد عنك العين، يعني ان شاء الله ان شاء الله. منة ان شاء الله لما مامتك بتقول احنا عايزين بعد 3 سنين تيجي البرنامج ده وانت من الاوائل، انا قلت ايه؟ الاولى ان شاء الله. لو كان لي عمر اوعي تخذليني. حاضر ان شاء الله ان شاء الله. ربنا يبارك لك. ربنا يا رب يخليها لك ويخلي لك اخواتها يا رب. وده زي ما نقول كده يعني بالبلدي عندنا في بلادنا، بحق جاه النبي واهل بيته، نشوف الثلاثه احسن عيال في الدنيا باذن الله.